السلام عليكم. اليوم راح اشرح لكم lesson 8 chapter 3. بالبداية lesson عنده 3 اهداف. الهدف الاول راح يتكلم عن المول و Avogadro's number. الهدف الثاني راح يتكلم شلون نطلع الحسابات باستخدام المولر ماس. والهدف الثالث عن البريدت كومبوزيشن وهو شيء له علاقة بالحسابات. اوكي بسم الله نبدأ. المول عبارة عن unit of measurement for amount of substance. المول هي عبارة عن وحدة قياس نستخدمها عشان نقيس كمية المادة. هي تساوي 12 جرام من ذرة الكربون، بالتحديد ذرة الكربون نظير رقم 12. اوكي بعدين عندنا Avogadro's number. Avogadro's number يتكلم عن ان كل مول يحوي على 6.02 ضرب 10 أس 23 particles. طيب هذه particles ممكن تكون atoms، ممكن تكون molecules، ممكن تكون formula unit أو حتى ions. أوكي هنا في الجدول يتكلم بالبداية عن الجولد. يقول ان كل واحد مول من الجولد يحتوي على عدد أفوغادرو من الذرات. طيب بعدين هنا يتكلم عن ان واحد مول من الجليكوز يحتوي على عدد أفوغادرو من جزيئات الجليكوز. وبعدين يتكلم عن واحد مول من ال NaCl يحتوي على عدد أفوغادرو من نفس هذه الصيغة. طيب وآخر شيء يتكلم عن ان واحد مول من الحديد يحتوي على عدد أفوغادرو من أيون الحديد. وهنا بس يعطيكم أمثلة، يعني حتى لو جابوا لنا أمثلة ثانية يعني بيكون نفسه. طيب بعدين هنا يتكلم عن القياسات، أنا بشرح لكم على هذا. أوكي بالبداية لو طلب مننا البارتيكلز، أوكي البارتيكلز قلناهم إنهم الأتوم والموليكول والأيونز والفورمولا يونت. اوكي فتمام. فلو طلبها منا راح نقول ان عدد المول مضروب في عدد أفوغادرو. طيب هذول بيكونوا معلومين في السؤال وهذا المجهول فراح نضربهم في بعض. طيب ولو طلب مننا عدد المولات فراح اقول ان البارتيكلز أقسمها على عدد أفوغادرو. أوكي ولو طلب مننا نفس أفوغادرو نمبر فراح أقول إن البارتيكلز أقسمها على عدد المولات. أحفظوها من هذا الجدول أسهل بوايد. أوكي بعدين الإكزامبل. طيب السؤال الأول كان طالب مننا عدد المولز. طيب في البداية كان طالب مننا عدد المولز حق الأس في هذا الرقم وهذا أتومز. طيب فهو عطاني البارتيكلز وعطاني أفوغادرو نمبر، أساسا احنا راح نكون حافظينه اللي هو 6.02 ضرب 10 أس 23. طيب راح أقول إن ال N تساوي 1.8 ضرب 10 أس 24 على 6.02 ضرب 10 أس 23 تساوي، راح اطلعها بالحاسبة لحظة. الجواب تقريبا يطلع 2.9. اوكي ولو قربتها يعني بتكون 3. تمام فالحين عدد المولز
عدد المولز في هذا الاتوم عبارة عن 2.9 مول. اوكي، في السؤال الثاني يتكلم عن how many molecules of CO2 are there is 0.5 مول of CO2. المطلوب مننا عدد المولكولز وعطانا عدد المول، فالمطلوب مننا الحين البارتيكلز. فالبارتيكلز قلنا انها راح نضرب، فنقول ان 0.5 ضرب عدد افوكادرو اللي هو 6.02 ضرب 10 اس 23 فيساوي 3.01 ضرب 10 أس 23 مولكولز، لا ننساها. أوكي بس، وهنا السولوشن، هنا يعني شرحها طويلة مرة، أنا اختصرت الكلام. أوكي الحين نجي إلى learning check. طيب watch the video then try to solve the following problems. Okay, راح هنا بالسؤال الأول يقول how many water molecules. طيب المطلوب molecules are in 16.8 moles of H2O. Okay, مطلوب molecules يعني مطلوب particles. طيب فراح اقول طيب اللي مطلوب البارتيكلز، فراح اخذ 16.8 ضرب 6.02 ضرب 10 23 يساوي، طلعها بالحاسبة تقريبا تساوي 1.01 ضرب 10 اس 25. طيب طبعا مولكولز لان المطلوب المولكولز. بالسؤال الثاني طلب مننا number of moles وعطانا الاتومز، فراح نروح إلى المثلث حقنا هو هنا، فراح أقول 5 × 10^20 على 6.02 × 10^23 يساوي، تقريبا يساوي 8 × 10^-4 مول. بالسؤال الثالث طلب مننا الأيونز أعطانا عدد المول، فالأيونز هو عبارة عن particles، فراح أقول 2 × 6.02 × 10^23 تساوي 1.2 × 10^25. اوكي بعد كده راح ننتقل الى الفقرة الثالثة من الفقرة الثانية من اللسان. اوكي الفقرة الثانية من اللسان تتكلم عن المولر ماس. طيب the mass of one mole is called the molar mass. طيب ان الكتلة لما تكون في المول راح يسموها مولر ماس اللي هي الكتلة المولية، يرمزوا لها برمز MM كابيتال والوحدة حقتها جرام لكل مول. اوكي بعدين هنا the molar mass of an element is it is atomic masses. اوكي ان الكتلة المولية هي نفسها الكتلة الذرية، شلون الحين هنا
طلب المولر ماس حق الليثيوم، فقلنا انه 6.94 جرام لكل مول. اوكي، ولو بنرجع الى الجدول الدوري فهنا الكتلة المولية حقت الليثيوم هي 7، وهنا تقريبا 6.94، فبالتقريب راح تساوي 7. اوكي، بهذه الفقرة the molar masses of a compound is equal to the sum of the atomic masses. اوكي، ان المولر، ان لما يكون عندنا مركب ويطلب مننا المولر ماس، فان المولر ماس تساوي مجموع الكتل الذرية حقت العناصر اللي موجودة بالمركب. اوكي، وراح نحسب المولز بهذا القانون، ان المولز يساوي الكتلة على الكتلة المولية. اوكي، وبرضه نقدر نقول ان شو اسمه، ان الكتلة تساوي المولز في المولر ماسز، وان المولر ماسز تساوي الماسز على المولز. اوكي، هنا راح هذا example 2. Okay, watch the video and use the following scheme, then try to solve this problem. Okay, A يقول لنا calculate the molar mass of jacqueline. Okay, jacqueline هذا عنصر أو مركب، تمام؟ فإنها راح هو طالب المولر ماس حقه. اوكي، هذه الصيغة حقتها، تمام؟ فشلون راح تصير؟ راح نقول ان 10، بنقول بالبداية ان الكربون يساوي 12 × 10 تساوي 120، والH الكتلة الذرية حقيقة تقريبا 1 × 6 تساوي 6، والأكسجين الكتلة الذرية حقيقة 16 × 3 تساوي، اوكي، تساوي 48. بعدها راح اجمع 120 + 6 + 48 تساوي، لحظة، بتصير 147. ولا ننسى الوحدة اللي هي جرام لكل مول، تمام. بعدها هنا بي عطاني الجرام، تمام، وطلب مني المولز. لحظة بس، خلي هذا هنا. طيب، عطاني الجرام، طلب المولز، شلون راح نطلعها؟ أول حاجة تساوي، لأنه هو نفسه إلى هذه، وهنا ضرب 10 ÷ 2، فباقي نطلع له وش اسمه المول، فراح اقسم، بقول 100، لحظة ويت، راح اقول 1.56 × 10^2 على 147 يساوي، تقريبا يساوي كم؟
اوكي 8.96 ضرب 10 سالب 5. سالب 5 مول وبس. وعطاني قال انه 1 مول، وراح اطلع اول حاجة المولر ماس حقتها. ف ويت بي اي مئة وسبعة وثلاثين ضرب واحد برضو تساوي 137، والاس تساوي 32، والاو تساوي 4 ضرب 16 تساوي 64. فراح أجمع يطلع 233. أوكي هاتي جرام لكل مول. طيب هو أساسا طلب الماس، فلحظة شوفوا هنا لما يطلب الماس راح أقول إن المول ضرب الكتلة المولية فتساوي ثاني أعطينا الكالسيوم كربونايت وعطانا عدد المولز. طيب وطلب الكتلة بالجرام، فشلون راح تصير؟ هو عطانا المولز وطلب الكتلة بالجرام، فراح أحول. فراح أقول إنه أول حاجة لحظة راح أطلع المولر ماس. طيب كالسيوم أربعين بعدين الكربون 12 ضرب 3 يساوي 100. اوكي اوكي طلعنا الحين اللي هو شو اسمه هذا المولر ماس. بعد ما نطلع المولر ماس راح اقول هو طلب الماس، فراح اضرب كذا 4.86 ضرب 100 تساوي 486 جرام. ولو مثلا عطاني ولو مثلا كان طالب المولز بعطاني الماس فراح اقسم. ويت دقيقة هذه الفقرة ما قلت لكم عنها. طيب لو عطاني المولز وطلب الماس راح اضرب في المولر ماس، ولو عطاني الماس وطلب المولز فراح اقسم على المولر ماس. اوكي وبرضه هنا لو عطاني المولز وطلب الـ number of particles راح أضرب
في عدد أفوكادرو، ولو عطاني number of particles وطلب المولز راح أقسم على عدد أفوكادرو. أوكي، بعدين آخر فقرة باللسان لكم هذا الكلام. بالبداية راح يتم تقسيم كتلة كل عنصر. شلون؟ أول حاجة كتلة كل عنصر هم قاعدين يقصدوا أن هي atomic mass مضروبة في عدد الذرات. طيب قسموها على مين؟ يقسموها على المولر ماس، يقسمها على المولر ماس، وبعدين يضربون الناتج في 100. اوكي شلون؟ انا راح اعطيكم مثال. مثلا عندنا CO2. اوكي راح ناخذ بالبداية السي، تمام؟ احنا عندنا ذرة واحدة سي والاتوميك ماس حقها 12، فتصير 12. طيب فراح نقول الماس اوف element اللي هو الكتلة حقت العنصر على حقتها كامل. فلحظة نطلع بعد حق ال O. لحظة، 44. طيب فالحين راح نطلع حق السي بالبداية، فراح اقول انه 12 على 44 ضرب 100، تمام؟ تطلع تقريبا 27.2. طيب فانه تقريبا يتكلم عن كمية تواجد هذا العنصر في المركب. ولو راح نجي نتكلم يعني نطلع برضه حق الأو، فراح يصير 32 على 44 ضرب 100 تساوي 72.7. فراح نعرف الحين ان كمية تواجد الاوتو بالمركب اكثر من كمية تواجد الكربون. فهذه فكرته، ان هذا كله اختصار ان راح نبغى نعرف كمية تواجد كل عنصر بالمركب. هنا الاكزامبل. اوكي عطانا هذا المركب، تمام، وطالب منا الماس اوف اليمنت الى كل واحد. فشلون راح نسويها؟ اول حاجة راح نطلع المولر ماس اللي هي هذه اللي تحت، فراح نقول 12 ضرب 10 زائد 14 ضرب 1 زائد 16 تساوي 12 ضرب 10 زائد 14 ضرب 1 زائد 16 تقريبا تساوي 150 جرام لكل مول. اوكي الحين راح نطلع حق كل واحد. بالبداية راح نجي الى السي، بنقول 120 على 150 ضرب 100 تساوي 80. بعدها راح نجي الى الهيدروجين، راح نقول 14 على 150 ضرب 100 تقريبا 9.3.
اوكي، واخر شي الاكسجين يساوي 16/150 ضرب 100 تساوي 10.6. ولو راح نحسب ذولي ثلاثتهم مع بعض تقريبا راح يساوون 100. فهذا يعني فكرة الإكزامبل، فكرة الفقرة بشكل عام. وهنا طلعوا نفس الإجابات. وبعدين هذا الليرنينج تشيك، انتو جربوا تحلون بنفسكم شوفوا شلون راح يطلع لكم، وانا راح ارسل الحلول، وبالتوفيق للجميع.